إلى السودان الآن، حيث أعلنت المعارضة تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري بحجة سيطرتها على ما وصفته ببقايا النظام السياسي. وفي تصعيد لافت، أعلن قادة تحالف قوى الحرية والتغيير عدم اعترافهم بالمجلس العسكري وتوعدوا بمواجهته. 3 مليارات دولار قدمتها كل من السعودية والإمارات للسودان تحت اسم مساعدات. الرياض أكدت أن هبتها تهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار وتحسين سعر الجنيه السوداني الذي تهاوى خلال سنوات. إلا أن مساعدات كهذه وبهذا التوقيت بالذات يراها كثيرون طوق نجاة للمجلس العسكري الذي يسير شؤون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير. طوق النجاة هذا إن صح التعبير يذكر الثائر السوداني بتلك المساعدات التي قدمتها كل من الرياض وأبوظبي في سنة 2013 لمصر، مساعدات خطفت ثورة أبناء النيل وأرست أركان حكم العسكر إلى أجل غير معروف. رئيس المجلس العسكري السوداني والذي شاء القدر أن يحمل نفس اسم من خطف ثورة مصر يؤكد التزام المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية. العسكري هو دور مكمل للانتفاضة وللثورة المباركة اللي التزم من خلال دوره ده أن يسلم السلطة للشعب. تبقى هكذا تطمينات عاجزة عن تبديد خوف الملايين، ملايين هتفت حناجرهم بشعارات الحرية والكرامة بعد أن كمت أفواههم لعقود. لما طلعوا عشان المطلبين الأساسيين، يعني المطلب الأول هو إسقاط حكومة البشير والنظام بتاع البشير، المطلب الثاني الأساسي، المطلب الأساسي الثاني إنه تسليم الحكومة لحكومة مدنية انتقالية سياسية. يبقى مستقبل ربيع السودان مجهولا وسط تزاحم أنظمة تسعى لتحقيق مصالح ومآرب تخدم أجندتها وتسعى لوأد ربيع لم يكتمل بعد، ما يترك البلد في مغبات لا تحمد عقباها. وفي أول لقاء تلفزيوني له منذ تولي رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، أعلن الفريق الركن عبد الفتاح البرهان أنه سيتم إرسال وفد هذا الأسبوع إلى واشنطن لرفع السودان عن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأضاف البرهان أن دور المجلس مكمل للانتفاضة الشعبية المطالبة بالتغيير. دور المجلس العسكري هو دور مكمل للانتفاضة وللثورة المباركة اللي التزم من خلال دوره ده أن يسلم السلطة للشعب، للشعب كمطلب ضحى الشعب بمختلف فئاته من أجل الحصول على هذا المطلب. وينضم إلينا الآن مفادنا إلى الخرطوم عدنان جان. عدنان، كيف هي الأجواء في الشارع من خلفك في الشارع السوداني؟ هل فعلا وقع هذا الطلاق بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي؟ بالفعل كمال، بعد نحو أسبوع من المشاورات السياسية بين قوى الحرية والتغيير من جهة والمجلس العسكري من جهة أخرى، اليوم وتحديدا قبل قليل حدث طلاق، ربما طلاق بائن، بين المعتصمين هنا والمجلس العسكري من جهة أخرى في مؤتمر صحفي عقده قوى الحرية والتغيير هنا في ميدان الاعتصام قبل قليل. أكد أن المجلس العسكري أو المشاورات بينه وبين المجلس العسكري يشهد تعنتا في ظل عدم إبداء أي مرونة من قبل العسكر لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وبالتالي فإن قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين أعلن أن الاعتصام هنا أمام مقر القيادة العسكرية سوف يبقى مفتوحا إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. بعد المؤتمر الصحفي كمال، نعم، شهدنا هنا هتافات من قبل المعتصمين، طالبوا عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بضرورة التنازل عن السلطة. نقطة الخلاف، التي لم تجد مرونة لدى هؤلاء أو هؤلاء، يعني هل نفترض أن نقطة الخلاف تتعلق بحقيبتي الدفاع والداخلية؟ ك
كمال، المجلس العسكري اليوم أكد على الإستاذ الرئيسي عبد الفتاح البرهان بأن القوى السياسية السودانية والأحزاب المشاركة في هذه الاعتصامات أو التي لم تتمثل في قوى الحرية والتغيير لم تتوصل فيما بينها إلى جسم سياسي موحد لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، لكن من جهة أخرى المعتصمون هنا وتجمع المهنيين السوداني وقوى الحرية والتغيير تقول أن حكومة الإنقاذ الوطني يجب أن تتشكل من خلال شخصيات تابعة للتكنوقراط والكفاءات، ولا يجب على الأحزاب السياسية أن تتمثل في هذه الحكومة إلى حين إجراء انتخابات. المعتصمون والأحزاب السياسية نعم. يتهمون المجلس العسكري بأنه يتخذ ذريعة عدم توافق الأحزاب السياسية على جسم سياسي موحد، لكن الدعوات هنا تشير إلى أن المجلس العسكري لا يريد التخلي عن السلطة ويحاول الالتفاف على مطالب الشارع واستلام الجيش السلطة مرة أخرى من خلال إعادة تدوير بعض رموز النظام السابق أو النظام السابق نفسه من خلال إعادة تدويره واستلامه للحكم في البلاد، لكنهم يؤكدون أنهم لن يتخلوا عن مطالبهم، سوف يستمرون في هذه الاعتصامات، وأن ذرائع المجلس العسكري لن تمشي هنا في ميدان الاعتصام الذي يقولون أنهم يعرفون طريقهم جيدا ومطالبهم واضحة، وهي تسليم السلطة إلى حكومة مدنية بشكل مطلق. والمؤتمر الصحفي أكد بأن دور الجيش هو عدم التدخل في السياسة ودوره يقتصر في حماية البلاد من الأخطار الخارجية. موفدنا إلى الخرطوم عدنان جان، شكرا.